الاختبارات الإلكترونية، المفهوم والتطبيق. الاختبارات الإلكترونية هي إحدى تقنيات الحاسب الآلي والتي يمكن توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ الاختبارات التقليدية الورقية، حيث تمكن عضو هيئة التدريس من إعداد اختبارات بطريقة سهلة لتطبيقها على الطلاب وتصحيحها إلكترونياً وفورياً، مما يضمن المصداقية والشفافية. وتمتاز الاختبارات الإلكترونية بالعديد من المميزات، منها السهولة في الإعداد والتنفيذ، المرونة في التقديم، الدقة في التقييم، توافر أنواع جديدة من الأسئلة والتي تشمل الوسائط المتعددة، وسيلة اقتصادية سواء في الجهد، الوقت أو المال. ونظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard توجد به أدوات تمكن أعضاء هيئة التدريس من بناء اختبارات إلكترونية ناجحة في تقييم الطلاب والتأكد من تحقيق الأهداف التعليمية ومخرجات التعلم. قبل البدء في بناء الاختبارات الإلكترونية على نظام Blackboard، نوصي عضو هيئة التدريس بإعداد وصياغة أسئلة الاختبار وفق مجموعة من الإرشادات التربوية كالتالي: إعداد جدول مواصفات الاختبار، وهو عبارة عن مخطط تفصيلي يربط محتوى المقرر بالأهداف التعليمية السلوكية، ويبين الوزن النسبي لكل وحدة تعليمية في المقرر والأوزان النسبية للأهداف المعرفية. وعند إعداد سؤال الصواب والخطأ يرجى مراعاة التالي: عبارة السؤال لا يشك في صحتها أو خطأها، العبارات قصيرة وذات فكرة واحدة فقط، عدم وجود عبارات تتضمن الإجابة عن أسئلة أخرى، عدم وجود صيغ النفي أو النفي المزدوج. وعند إعداد سؤال الاختيار المتعدد يرجى مراعاة التالي: جذر السؤال يطرح مشكلة واضحة ومحددة، عدم استخدام صيغة النفي في الجذر أو البدائل، ألا يقل عدد البدائل عن 4 ولا يزيد عن 6، خلو جذر السؤال من أي تلميح بالإجابة الصحيحة، أحد البدائل فقط هو الإجابة الصحيحة، الابتعاد عن الأسئلة التي تعتمد على الخداع أو التعقيد اللفظي، الجزء الأكبر من السؤال يوضع في الجذر وتكون البدائل قصيرة ما أمكن. وعند إعداد سؤال المطابقة أو المزاوجة يرجى مراعاة التالي: عدد المقدمات أكبر من عدد الإجابات لإبعاد عنصر التخمين، بنود القائمة الأطول عمود المقدمات والأقصر عمود الإجابات، فقرات المزاوجة تكون في حدود من 5 إلى 8 فقرات، الحفاظ على الترابط اللغوي. عزيزي عضو هيئة التدريس، لإنشاء اختبار على نظام Blackboard يرجى اتباع الخطوات التالية: من لوحة التحكم اختر أدوات المقرر الدراسي، ثم اختر الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة، اختر الاختبارات، انقر على إنشاء اختبار. من خلال صفحة معلومات الاختبار اكتب اسم الاختبار، الوصف والإرشادات، ثم انقر إرسال. في لوحة الاختبار من قائمة إنشاء سؤال حدد أحد أنواع الأسئلة. من الصفحة إنشاء أو تحرير قم بتوفير المعلومات الضرورية لإنشاء سؤال، ثم انقر على إرسال. بعد إضافة جميع الأسئلة التي قمت بإعدادها مسبقاً، حدد النقاط المستحقة لكل سؤال، ثم حدد موافق، وسيتم إضافة الاختبار إلى القائمة الموجودة في صفحة الاختبارات ويصبح جاهزاً لإتاحته للطلاب. لإتاحة الاختبار للطلاب اتبع الخطوات التالية: انتقل إلى المكان الذي تريد إضافة الاختبار إليه في قائمة المقرر الدراسي، على سبيل المثال الاختبارات. من قائمة التقييمات اختر اختبار، حدد الاختبار الذي تم إنشاؤه مسبقاً من القائمة، ثم انقر على إرسال، وستظهر صفحة خيارات الاختبار. قم بوضع الإعدادات الخاصة بالاختبار مثل الوصف، الإرشادات، الإتاحة، إضافة إعلان جديد لهذا الاختبار، فرض الإكمال،
تعيين مؤقت للاختبار، تحديد تاريخ ووقت عرض وانتهاء الاختبار، تحديد شكل ظهور الأسئلة، جميع الأسئلة في صفحة واحدة أم سؤال في كل صفحة، تحديد عملية عرض الأسئلة بشكل عشوائي للطلاب. بعد الانتهاء انقر على إرسال لإتاحة الاختبار للطلاب حسب الموعد المحدد. بعد أداء طلاب للاختبار يمكنك تقدير الاختبار ومعرفة النتائج كما يلي: من لوحة التحكم اختر مركز التقديرات، اختر الاختبارات تحت مركز التقديرات الكامل، اختر التقارير ثم إنشاء التقرير. عزيزي عضو هيئة التدريس، إليك بعض الإرشادات في بناء الاختبارات الإلكترونية وذلك للحد من الغش بين الطلاب، وهي كالتالي: التنوع في الأسئلة ما بين أسئلة موضوعية وأسئلة ذاتية، استخدام مخازن الأسئلة، تقديم الأسئلة بطريقة عشوائية، عرض الأسئلة واحداً تلو الآخر وليس في شاشة واحدة، وأخيراً ضبط وقت الاختبار. عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز، نعمل من أجلكم ونقدر تعاونكم.